اسمي مصطفى خالد جمال، طالب معهد فنون جميلة قسم المسرح، مرحلة خامسة في اليوم الرابع. قمنا أعطونا بعض التمارين الرياضية من التمثيل، وطرحوا علينا بعض من الأفلام من النماذج من الأفلام السينمائية، وأعطونا بعض النصوص أيضا نقوم بقراءتها في اليوم الخامس. أنا ديانا فيصل، طالبة معهد فنون جميلة مرحلة رابعة. اليوم الخامس طرحوا لنا بعض الأسئلة ونصوص قصيرة، قمت بتمثيل مسرحي قصير وأعجب أداء المدربين. تحدثنا، أخذنا محاضرة عملي شلون نستعمل الكاميرا، شلون نثبت الكاميرا على الستاند، وبعدها أخذنا يعني المحاضرة النظرية عن تاريخ السينما والتطور صار بهاي الفترة يعني عن السينما. شايف كان تخرج الغيرة، بالسيناريو ما في شيء، كان دائما الحدث يحدث.